أحسن الله إليكم، متعكم الله بالصحة والعافية وإياك والسامعين. آمين. يقول: أخي قد ابتلي بالعشق وفتك به هذا البلاء حتى كره نفسه، وهو محب للتوحيد ولأهله، فهل من نصيحة وتوجيه كي أوصل صوتكم إليه؟ أولا نسأل الله عز وجل لأخيه هذا المبتلى بالعشق بالعافية، نسأل الله له العافية، نسأل الله له العافية، ونسأل الله العافية لكل مبتلى، نسأل الله العافية لكل مبتلى. ووصيتي لهذا الأخ أن يتلطف بأخيه وأن يقنعه بقراءة هذا الكتاب، أن يقنعه بقراءة هذا الكتاب، وأن يتلطف معه بأن يقرأ هذا الكتاب. إن قرأ أخاه هذا الكتاب، إن قرأ أخوه هذا الكتاب قراءة متأنية ففيه شفاء بإذن الله. وأصل الكتاب هو شكوى من عاشق عانى من العشق معاناة شديدة جدا، فطلب من يعينه ويدله، فكتب هذا الكتاب الإمام القيم رحمه الله تعالى، وذكر فيه علاجا نافعا عظيما النفع. فأنت إن استطعت أن تقنع أخاك أن يقرأ الكتاب فبها ونعمت، وإلا اعمل الثانية، اقرأ أنت الكتاب قراءة متقنة وخذ الفوائد منه وأوصلها لأخيك بالتدريج شيئا فشيئا، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يكون بذلك خلاصه وعافيته، عافاه الله وكل مبتلى. نعم. أحسن الله إليكم.